بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج القرآن والقراءات. في هذا البرنامج نتناول قضايا قرآنية ومسائل تتعلق بالقراءات والأداء القرآني الصحيح الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم، ولكن بنقرأ بجميع الطرق التي وردت عن حفص، جميع الروايات الثابتة نصا وأداء من كتاب النشر لإمامنا وشيخنا وخاتمة المحققين الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله. في هذا الكتاب الكبير والسفر العظيم طرق كثيرة عن حفص، إحنا إن شاء الله ممكن نختصرها في الأوجه التي سأمليها عليكم الآن. يعني إحنا هنجمع كل الطرق التي اتفقت على مرتبة مادة معينة، ونقول إن شاء الله دي أسانيدها إيه، بحيث إحنا لو حبينا نقرأ مثلا برتبة 2 و4 أو 2 و6 يبقى عارفين إسنادها إيه، إيه الأسانيد التي روت هذه المرتبة من القراءة. ومن خلال القراءة هنعرف إن شاء الله إيه الأحكام التي وردت أيضا على هذه المرتبة، وبالتالي نضبط كل رواية وكل طريق على حدة. وهذا يعني أمر يعني فيه ما فيه من الإتقان ويحتاج إلى مهارة، فنسأل التوفيق والسداد. نبدأ إن شاء الله بالمرتبة الأولى، مرتبة المد في المنفصل حركتين والمتصل أربع حركات، يعني بالمد 2 و4، 2 منفصل 4 متصل. طب هذه المرتبة وردت عن حفص من حوالي 3 طرق، هذه وردت عن حفص من حوالي 3 طرق. طب الطرق دي فين موجودة؟ فين موجودة؟ في من كتاب المصباح، هي من كتاب النشر، أسندها الإمام ابن الجزري عن المصباح. طريق الفيل ما فيهوش مشاكل، ابن الجزري مصرح انه طريق العراقيين القصر عن حفص من طريق الفيل الولي عن الفيل. طيب أما زرعان ففيه في النشر يعني إيه تحقيق كده، وكنا ذكرنا الموضوع بالتفصيل قبل ذلك، إن شاء الله نبقى نعيده في مرة تانية أيضا بالتفصيل. الرواية المشهورة أو الطريق المشهور، إحنا بنمد 2 و4 وبنكتب إجازاتنا لحفص من طريق روضة المعدل. قلنا قبل كده إن روضة المعدل عليها ملحوظتين. الملحوظة الأولى يعني هو ككتاب، هو كتاب طبعا كتاب قيم جدا وكتاب يعني ما فيش عليه خلاف، والمؤلف ثقة والأسانيد صحيحة كل حاجة، ولكن الملحوظة الأولى أنه طريق حفص من روضة المعدل ليس مختارا في النشر، يعني ابن الجزري ما اختارش الطريق ده في النشر. فالبعض يعني بيتوقف عند الروايات أو الطرق أو القراءات التي لم تثبت من طرق النشر. فلي أنا أقرأ قراءة يعني عليها كلام أو عليها خلاف؟ خلينا طالما أنا عندي البديل اللي مفيش عليه خلاف يبقى هذا أولى، اللي هو في طريق أو في كتاب النشر. طيب كذلك روضة المعدل لما أبحث فيها بلاقي المد عن حفص من طريق الفيل 2 و6 أو 3 و6، وكذلك من طريق زرعان هلاقيه 4 و6. طيب أنا إزاي بكتب الإجازة 2 و4 من روضة المعدل؟ يبقى هنا في حاجة مخالفة للرواية. وطبعا الأولى والأصح أن يكون النص مطابق للرواية، الإسناد الذي روى النص يكون صحيح، والنص أيضا يكون صحيح، تمام؟ فأنا عندي البديل موجود في كتاب النشر اللي هو إيه؟ طريق المصباح. المصباح ابن الجزري حكى عنه ضمن جمهور العراقيين بيمدوا 6 في المتصل، يعني بيقصروا المنفصل ويمدوا المتصل 6، لكن بالرجوع إلى كتاب المصباح بلاقي ابن الجزري نص كده نص وصرح به أنهم يتفاوتون في المد المتصل، إذن فليس كله على رتبة واحدة.
طيب فبناخد بتفاوت المتصل من المصباح، هيكون حفص طبعا اعلى مرتبة هيبقى هو حمزة ورش، 6 في المتصل مع 6 في المنفصل، لكن هيبقى 4 في المتصل ده لحفص. يبقى عندي 2 و4 لحفص من 3 طرق في المصباح، طريقين عن زرعان وطريق عن الفيل، دول موجودين في المصباح ودول من طرق النشر. يبقى الاولى اني احط الاسناد دوت قبل اي اسناد اخر. اللي معاه اجازه فيها روضه المعدل هنقول له انت ما فيش مشكله، يعني انت القراءه اللي انت قراتها والروايه اللي انت رويتها في مجملها قراءه صحيحه ووجه صحيح وهو قران ثابت، ولكن الاسناد هو يعني ايه اللي محتاج تظبيط، فاحنا هنسيب اسناد الروضه زي ما هو ما فيش مشكله، ولكن انت ايه اكتب جنبه من المصباح. يبقى الروايه اصلا الاسناد دوت او النص دوت بهذه الرتبه وهذا الوجه ورد من كتاب المصباح لابي الكرم الشهرزوري. تمام، يبقى دي رتبه 2 و4، والرتبه دي ليس عليها سكت، يعني ليس عليها سكت اللي هو السكت قبل الهمز، لكن بالنسبه للسكتات الاربعه بلاقي عليها سكت في بل ران ومن راك، وهذا يعني نص صرح به كل من روى القصر عن حفص، يعني حوالي 10 طرق لحفص في كتاب النشر دي طرق القصر، كلهم اجمعوا على اثبات السكت على بل ران ومن راك. احنا طبعا كنا متعودين اذا قرانا بالقصر يبقى مفيش سكت، تمام، فلقينا ان دوت كده ايه مخالف للاسناد اللي احنا بنرويه. يعني حتى اسناد روضه المعدل اللي احنا بنكتبه في الاجازات او المشهور يعني في الاجازات، ايضا المعدل ناصص على السكت على الموضوعين دول. يبقى سواء قرانا من روضه المعدل او من المصباح او من المستنير او اي طريق من طرق القصر عن حفص بنلاقي عنده سكت على الموضوعين دول، من راق وبران، فيبقى نسكت على الموضوع دول. اما السكت قبل الهمز يعني نحو مثلا من امن السماوات والارض، ان الله لا يظلم الناس شيء او، ولكن السكت على مثل هذا لم يرد من هذا الطريق. يبقى هذا الطريق 2 و4 ده وجه اهو، مش اقول بقى ايه طريق معين، احنا عندنا 3 طرق لكن ده وجه، الوجه ده رواه 3 طرق. يبقى هذا الوجه 2 و4 ليس فيه سكت وليس فيه غنى، خلاص كده الوجه الاول، وعرفنا ان هذا الثلاث طرق دول كلهم كده في المصباح. طيب الرتبة التي بعد ذلك هي رتبة مد 2 و6، وناخد بالنا عشان احنا دلوقتي ايه يعني ان شاء الله همليكوا كل الاوجه التي وردت الحفص سواء وردت من طريق واحد او من اكثر من طريق، طالما وجه مستقل صحيح الاداء نصا واداء يبقى ان شاء الله نعرفه، سواء احنا قرأنا به وعملنا به او لم نعمل به، لكن يكون عندنا فكرة عن هذا الوجه، يكون عندنا معلومة ان في وجه بيقرأ بطريقة معينة، بحيث لو سمعنا حد بيقرأه يبقى عارفين ان ده موجود، وان هذا الشخص او الاخ اللي بيقرأ بهذا الوجه يعني اصاب الحق ولم يخطئ، لان طبعا الناس لما بيلاقوا حد بيخالف المشهور الناس بتتساءل وتنكر، ومن حق الناس طبعا تتساءل وتنكر، لان احنا اي حد بيغير حاجه في القران احنا على طول ما لا نقبل هذا، فبنسال من اين اتيت بهذا، فلما نذكر الدليل ويكون صحيح وصريح ومن نفس الطريق اللي احنا بنقرا به او الطريق الطرق اللي احنا تلقيناها يبقى نقبل هذا الوجه، خلاص ما فيش خلاف عليه، قلوب النفس تطمئن والقلب يهدأ ويطمئن، هذا صحيح وهذا قرآن مفيش عليه مشاكل. لكن المشاكل لو حد أتى إلينا بوجه أو قراءة جديدة ما سمعناهاش وليس لها إسناد نقول له لا، يعني هذه لا نقبلها، هذه مردودة لا يجوز إثباتها، لابد يكون عندنا دليل صريح صحيح، إما دليل نقلي حد تلقيها بالأداء يكون متواتر مشهور، أو يكون في نص ونص ايضا يكون صحيح وصريح، والنص يكون مشهور
ما يبقاش فيه انفرادة أو مخالفة أو شذوذ يعني. تمام؟ طيب، فإحنا كده قلنا 2 و4 خلاص. نقول بقى إيه الوجه الثاني الخاص، اللي هو مرتبة مد 2 و6. طيب المرتبة دي وردت عن حفص من كام طريق؟ وردت من 4 طرق، يبقى 2 و4 من 3 طرق. 2 و6 وردت عن حفص من 4 طرق. طب مصادرها ايه؟ مصدرها المستنير، الكفاية الكبرى، جامع الخياط. 3 كتب يعني ائمة كبار جدا وعلماء، يعني ناس أئمة كلهم في هذا المجال. كيف الكفاية الكبرى أبو العز إمام المشارقة، يعني كما قال ابن الجزري إمام المشارقة أبو العز القلانسي، وكذلك من المستنير ابن صبار يعني المؤلف المشهور الثقة الثبت، وكذلك الجامع للخياط ابن فارس الخياط شيخ ابن صبار وإمام كبير من أئمة أهل العراق المشارقة. عندي 3 مصادر دول رووا عن حفص القصر، هما بيمدوا في المتصل 6، يبقى المد هنا في الطرق دول الأربعة دول 2 و6. طيب هل في سكت في غنى؟ لا، ليس عندهم سكت على اللي هو قبل الهمز، وليس عندهم غنى في اللام والراء، لكن نصت أيضا هذه الطرق على السكت على إيه؟ من راق وبران. تمام؟ طيب الوجه اللي بعد كده خدنا وجهين 2 و4 و2 و6. الوجه الثالث اسناده ايه ورتبته ايه؟ الوجه الثالث مرتبة المد 3 و6. 3 و6، 3 في المنفصل مع 6 في المتصل، يعني تقول مثلا ايه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، امد 3 منفصل مع 6 متصل. طب هذا الوجه اتى من اي طريق؟ كام طريق رواه؟ هذا الوجه أتى من 3 طرق، 3 طرق ومن 3 مصادر، غاية الاختصار المبهج. طب غاية الاختصار للإمام القاضي أبي العلاء الهمداني، ومن المبهج للإمام سبط الخياط، وأرضه أيضا من كتاب التذكار لابن شيطة إمام البغداديين. فطرق 3 طرق وردت عن 3 أئمة كبار. طيب الطريق أيضا بلا سكت وبلا غنة قبل في اللام والراء، بلا سكت قبل الهمز وبلا غنة في اللام والراء. الأحكام اللي هي التفصيلية احنا عندنا حوالي 10 أو 11 يعني كلمة كده، اللي هي الفرشية المختلف فيها عن حفص دي إن شاء الله نبقى نذكرها لوحدها. خلينا إيه في الأصول بتاعة ورش، الأصول اللي هي الحاجات اللي هي بتتكرر في كل آية. فإحنا عندنا 3 أصول، المد، السكت، الغنة. إحنا بنتكلم في دول بقى. يبقى الوجه الثالث عندي المد 3 و6، وعرفنا مصدرهم إيه. طيب الوجه الرابع هي رتبة مد 4 و4. طب الرتبة دي وردت منين وكام طريق رواها؟ هذه الرتبة وردت من 6 طرق، 6 طرق. المصباح الكفاية في القراءات الست، يعني عندي المصباح في حوالي 4 أو 5 طرق لوحده يعني على الرتبة دي، والكفاية في القراءات الست لسبط الخياط أيضا. فدول اللي رووا رتبة مد 4 و4، دي الرواية. والرواية في من المصادر دي ليس فيها غنة في اللام والراء، وليس أيضا فيها سكت قبل الهمز. طيب تمام. رتبة المد دي اللي هي 4 و4 دي اختارها ابن الجزري لكل من ليس له قصر منفصل. يبقى هذه الرتبة ثبتت رواية واختيارا. رواية عن اللي أنا قلته ده 6 طرق دول، واختيارا اختارها ابن الجزري لكل من ليس له القصر، تسهيلا وتيسيرا على عموم الناس، عوام الناس. عوام الناس يعني مش هيتقنوا يعني قوي ايه مراتب المد دي،
فمن يسر لهم يعني 2 و4 أو 4 و4. لكن طالب العلم الحرير الفاهم لازم يفهم المراتب دي على وجه التفصيل وعلى وجه الدقة ويعمل بما شاء منها. وأيضا يعني له أن يقرأ بمراتب مدود أو يقرأ بالاختيار، هو حر. لكن أنا عن نفسي أفضل الالتزام بالرواية قدر المستطاع. طبعا الرواية واضحة صريحة، خلاص إيه المانع أن أنا ألتزم بالرواية؟ أخرج عن الرواية لي. يبقى هنا اللي روى 4 و4 عندي هم 6 طرق دول: مصباح والكفاية في القراءات الستة لسبط الخياط. طيب أروح رتبة بعد كده اللي هي رتبة مد 4، لا اللي فاتت كانت 4 و4، يبقى على إيه؟ رتبة 4 و6. رتبة المد 4 و6. 4 و6 يعني الرتبة دي هي إيه؟ تعتبر الرئيسية عند حفص، ولذلك هنلاقي أكتر طرق حفص بتروي الرتبة دي. أكتر طرقه مثلا أول حاجة اللي روت الرتبة دي بدون سكت وبدون غنة، بدون سكت قبل الهمز وبدون غنة، بلاقي عندي 16 طريق، 16 طريق عن حفص روى هذه الرتبة بلا سكت بلا غنة. تمام؟ طيب الستاشر طريق دول منين؟ من غاية الاختصار، المستنير، التذكار، المبهج، التجريد، الروضة للمالكي، والجامع للخياط. طيب على نفس الرتبة اللي هي 4 و6، ولكن هيبقى عندي سكت على ال وشيء والساكن المفصول. السكت على ال وشيء يعني ال وشيء، ال اللي هي ال التعريفية إذا أتى بعدها همزة. طبعا ال اللام بتبقى ساكنة، لام التعريف دي تبقى ساكنة، وبنأتي قبلها أو يؤتى قبلها بهمزة وصل. الأرض، الإيمان، الآخرة، وهكذا. فال التعريفية إذا أتى بعدها همزة، وكذلك كلمة شيء بأي إعراب أتت، يعني جر تقول شيء، رفع شيء، نصب شيء، أن، فبأي إعراب كلمة شيء مع ال التعريفية. وبيسكت أيضا على الساكن المفصول. الساكن المفصول هو إيه؟ مثل أو نحو من آمن. فبيسكت على الثلاثة دول. اللي روى السكت على الثلاثة دول هو كتاب التجريد عن الجامع للفارسي. طيب على رتبة مد كام؟ 4 و6. طبعا المد في واضح جدا في كتاب الجامع الفارسي انه 4 و6. في التجريد ايضا الارجح انه 4 و6، لان في هنلاقي في الجداول المطبوعه، في جداول كده معموله الحفص، وفي كتب ذكرت يعني طرق حفص فعامله جداول وكل طريق، فهنلاقي ممكن نلاقي بعض المدود مختلفه شويه عن ايه اللي انا بقوله. فلو حد عنده استفسار او اي سؤال عن اي طريق بخالف اللي انا بقوله، ممكن ان شاء الله يبعت لنا هذا السؤال او الاستفسار، واحنا نوضح له القضيه قوي، يعني نقول له يعني ليه هم قالوا رتبة المادة دي جابوها منين، واحنا قلنا كده ليه، ودليلنا ايه، و يعني النص فين، من كتاب ايه، حتى يعني تطمئن النفوس يعني. تمام؟ طيب فيبقى رتبة المادة ديت مع السكت من التجريد على 4 و6. طيب عندي على نفس رتبة المادة 4 و6، ده الوجه بقى اللي بعد كده، الوجه السابع، هي عندي سكت ايضا على نفس الثلاث حاجات اللي احنا قلناه: ال وشيء والساكن المفصول، بس هنزود عليه ايه؟ الساكن الموصول. الساكن الموصول زي ما تقول مثلا ايه؟ الكر آن. تقرأ مثلا تقول إيه؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالساكن المفصول في كلمة إيه؟ يسألونك. واسأل القرية. الضم آن، الكر آن. فهنا ساكن قبل الهمز من نفس الكلمة، ساكن صحيح قبل الهمز من نفس الكلمة. ده اللي احنا بنعني
أو بنقصده بقولنا الساكن الموصول، يعني موصول مع الهمزة في نفس الكلمة. غير قولنا المتصل، يعني المتصل بنقصد بالمد المتصل، وإن كان تمشي أيضا الساكن إيه المتصل، بس أوضح الساكن الصحيح المتصل أو الساكن الصحيح المنفصل. طيب رتبة المد دي أو رتبة الوجه ده اللي هو 4 و6 مع السكت من طريق إيه؟ من طريق الروضة للمالكي، وده على رتبة مد 4 و6. وبلا غنة في اللام والراء، يعني مدغم لام وراء بلا غنة زي ما هو مشهور يعني. تمام. طيب كده عندي 7 أوجه عن حفص. نوصل بقى الوجه الثامن، بيعمل ايه عن حفص؟ هو برضو 4 و6 ولكن هيبقى بلا سكت قبل الهمز مع اثبات الغنة. الوجه دوت مع اثبات الغنة. طيب الوجه دوت اتى منين؟ مصدره ايه؟ هذا الوجه اتى من 5 طرق، 5 طرق، 5 أسانيد رووا هذا الوجه. ال5 أسانيد دي موجودة فين؟ في كتاب غاية الاختصار، موجودة في كتاب الكامل وكتاب المستنير. يبقى 3 مصادر، ابن الجزر اختار منهم 5 طرق، ال5 طرق دول رووا هذا الوجه، اتفقوا على هذا الوجه اللي هو ايه؟ 4 و6، 4 في المنفصل، 6 في المتصل، مع اثبات الغنة عند الإضغام في اللام والراء وبلا سكت قبل الهمز. ولاحظ هنا ان الطرق التي تثبت السكت لا تثبت الغنة، والطرق التي تثبت الغنة لا تثبت السكت. يبقى لو سكتنا مفيش معاها غنة، ولو عملنا غنة يبقى مفيش معاها سكت، لان هذا طريق وهذا طريق. تمام. ده الالتزام بالرواية، لكن بعض الإخوة لا يلتزم بالرواية ولا يلتزم بالطريق، هو كأنه بيحكي حكاية يعني لا يروي رواية، فبيأتي على يعني مع السكت ممكن يجيب غنة، غنة يجيب معها سكت، يجيبها على أي رتبة مش فارقة معاه. فهذا كأنه يعني بيقرأ حكاية، لكن الحمد لله يعني طلبة العلم المتخصصين يلتزمون بالرواية، وهذا هو الأولى، حتى لا يكون فيه يعني كذب في الرواية أو تدليس في الرواية أو كذب على الراوي. يعني أنا لما أروي رواية أقول مثلا الحمامي عن الولي عن الفيل من كتاب مثلا المصباح، خلاص أنا كده حددت إسناد معين، ألتزم بقى بالأوجه التي وردت من هذا الإسناد أو الأوجه التي رواها هذا الإسناد. ما ينفعش أجيب وجه من إسناد تاني ما مش ثابت في الإسناد ده وأضيفه للإسناد ده، يبقى أنا كده يعني كذبت على الإسناد ده، دلست على الإسناد ده. أوضح أقول ده يعني هذا الوجه إسناده كذا وهذا الوجه إسناده كذا، أوضح للناس. لكن هذا الأمر بيعنى به المتخصصين، المتخصصون هم إيه؟ من يهتمون ويراعون مثل هذا. أما العوام فمش فارقة معاهم يعني. وهو طبعا إحنا لو حد عمل كده إحنا مش هنقول له أنت ارتكبت محرما أو ارتكبت يعني خطأ يبطل الصلاة ولا حاجة، لأ، وهنقول له إيه؟ أنت كده خلاف الأولى، أنت كده خرجت خلاف الأولى، أنت يعني صحيح غيرت في الرواية لكن ده قرآن وده قرآن. فيبقى لو بيصلي صلاته صحيحة، قراءة ماشي كله قرآن وكله مقبول يعني، لكن خلاف الأولى، الأولى الالتزام بالرواية والطريق. تمام يا جماعة؟ طيب الوجه الذي بعد ذلك كان بقى الوجه ايه؟ التاسع. احسنتم. الوجه التاسع هنروح لرتبة مد 5 و5 بلا غنة وطبعا بلا سكت قبل الهمز. هذا الوجه ورد من 7 طرق، ورد من 7 طرق، رتبة مد 5 و5. تمام. طيب ايه الطرق التي روت الوجه ده؟ التيسير، طبعا التيسير اصل الشاطبية، فاحنا بنقرأ عموما من الشاطبية 4 و4، فبنقرأها كده ايه؟ اختيارا، اختصارا، جوازا،
لكن لو حبينا نلتزم بالرواية ونرويها كرواية متخصصين بقى، يعني رواية حد محترف من أهل العلم، هيبقى هو على مرود بتمد كام؟ 5 و5. ده النص الصريح الذي يعني صرح به الداني. فيبقى 5 و5 عن حفص من التيسير، وهو أصل إيه؟ الشاطبية، يبقى هو طريق الشاطبية. ومن جامع البيان، كتاب جامع البيان، وأيضا من كتاب التذكرة لأبي الحسن طاهر ابن غلبون، ده أستاذ الداني وشيخ الداني، وهو الداني أصلا بيروي رواية حفص من طريقه، أبي الحسن ابن غلبون عن الأشناني، الهاشمية عن الأشناني، عن عبيد بن الصباح، عن حفص. ده الإسناد اللي مفروض يعني في كتاب، هو ده كتاب التيسير، فمفروض ألتزم بالأحكام بتاعت الإسناد ده، فهو من طريق أبي الحسن طارق ابن غلبون. طيب، كذلك روى هذا الوجه ابن بليمة في كتابه تلخيص العبارات. ولو أنا قدرت أضبط هذا الوجه من الشاطبية هيكون أولى. لما أجي أقرأ الشاطبية الوجه المشهور يعني من 4 و4، لكن زي ما قلت إيه الأصل 5 و5، فلو عرفت أتقنها 5 و5 يبقى أولى وأحسن، التزمت بالرواية والتزمت بالنص. لكنه مش قادر ألزم يعني أضبطها قوي، أنا تجاوز وبتمشي يعني كما يعني إيه تجاوز أهل العلم. ولكن الأولى زي ما قلت هو الالتزام بالرواية. تيجي تقول لي يعني مش فارقة 5 ولا 4، أقول لك مش فارقة عند العوام، لكن عند المتخصصين لا بتفرق. المتخصص مش هقول لك يقدر يضبط 4 و5 كويس يعني رتبة كاملة من المد، المتخصص بيقدر يضبط تلت حركة، مش حركة كاملة كمان، تلت حركة، لأن إحنا بنقرأ بالاختلاس، ذهاب تلت الحركة وبقاء تلتين الحركة، وبنقرأ بالروم، الروم هنا الإشارة للحركة يعني بنطق تلت حركة ويذهب تلتين الحركة. وده طبعا موجود في الوقف، موجود في حاجات كتيرة يعني، خدت بالكم؟ فيبقى المتخصص يقدر يضبط ده، وعلى فكرة لازم يكون حد في الأمة يقدر يضبط ده، ما ينفعش الأمة كلها يعني ايه تقول احنا لا مش هنعرف نضبط الحاجات الدقيقة دي يعني نتساهل كده. لا، خلي التساهل دوت للعوام ماشي، خدت بالكم؟ وما نعلقش عليهم وخلاص، لكن لابد يكون في حد متقن، حد ماهر، حد يحفظ يعني هذه القراءات وهذه الأوجه ويعمل بها ويبلغها للأجيال اللي بعدنا. فمن استطاع ذلك فهذا هو الماهر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. والمهارة بتكون فين؟ المهارة تكون في الحفظ وفي حسن الأداء، يعني إتقان الحفظ وحسن الأداء الاثنين دول فيهم المهارة. المهارة ليست في الحفظ فقط، يعني اللي احنا كنا فاهمين كده، لا، المهارة في إتقان الحفظ وحسن الأداء أو إتقان الأداء. اللهم بلغنا يا رب العالمين، نبلغ لدرجة المهارة ونرضي الله عز وجل ونرضي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون كده يعني ايه نستقبله وهو راض عنا. الى هنا يعني انتهى وقت هذه الحركة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر لي ولكم، وان شاء الله نستأنف في الحلقة القادمة باقية اوجه حفص ونطبق ده ان شاء الله عملي. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.